كما تعلمون قضايا القطاع المالي والعملات احتلت جميع الأخبار وكانت هي الأهم بالنسبة للشعب العراقي لمعرفة ما الذي يجري في هذه المسألة في سعر صرف الدولار وغيرها. هل تمت مناقشة هذه المسألة من خلال هذه الزيارة؟ وهل هنالك نتائج أساسا قد توصل لها العراق مع الولايات المتحدة الأمريكية تحديدا؟ القطاع المالي أعتقد بأنه كان وسيصبح مناط تركيز من قبل الحكومة الأمريكية وكذلك الحكومة العراقية، فهو مقر به بأن العراق لديها قطاع مالي غير متطور، وكان هناك العدد من الدراسات التي أجراها أخصائيون اقتصاديون قررت بأن مستوى تطور القطاع المصرفي في دولة هو أحد المؤشرات لأداء الاقتصادي لهذه الدولة، وهذا يعني بأن أحد العقبات الكبرى من أجل تحقيق النمو الاقتصادي في العراق الآن هو تدهور أو عدم القدرة على الوصول إلى القطاع المصرفي من قبل الشعب ومن قبل العائلات ومن قبل رواد الأعمال. النظام المصرفي يمكن أن يتيح لهم حشد المدخرات الخاصة في قروض مثلا خاصة، وهذا من شأنه أن ينشط الاقتصاد ونشاط الأعمال والنمو الاقتصادي. ونحن لم نتوصل إلى أي اتفاقية بعينها في واشنطن بهذا الخصوص، ولكننا أحرزنا تقدما في أن نسلط الضوء على هذه المنطقة بأنه ينبغي أن نرى ما إذا كان هناك فرص للتنسيق والتعاون مع الحكومة العراقية من أجل أن نعثر على سبل جديدة لمساعدة نمو الاقتصادي في العراق وزيادة إتاحة الوظائف حسنة الرواتب بالنسبة للشعب العراقي. هناك الكثير من الجهات في مؤسسات اقتصادية أمريكية أعربت عن اهتمامها في أن تشارك التكنولوجيا وتجلب التكنولوجيا مع العراق، وهي ستزور العراق في هذه الأشهر لتناقش سبل لعب دور هناك ومساعدة العراق في تحديث قطاعها المالي. وأنا أعتقد بأن النتيجة من هذا التعاون والتنسيق سيكون له دور كبير في التنمية الاقتصادية في العراق.